السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي في الله، كيف أحوالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. أتمنى أن هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال، أموركم مزيانة يا ربي يا كريم. اللي كتمنى الزوج الصالح الله يرزقه ليها، اللي كتمنى الدنيا الصالحة الله يرزقها ليها، اللي عطيه ديال الحن الله يوفقها والله يحن عليها والله يرزقها الصلاح والله يرزقها الفرحة يا ربي يا كريم. واي بنيته واي امراه كيف ما كانت الله يرزقكم الفرحه الابديه يا ربي يا كريم، والله ينصركم والله ينجيكم من شر الخلق، والله يطمركم ويعمركم بعمارة مكة والمدينة، والله يعطيكم شي خبزة سهلة مع جنوها شاهدين، والله يحفظكم كما حفظ اللسان بنسنا، والله يعطيكم شي طريق خاوية نقية خالية من الشوك. المهم اليوم الحبيبات ديالي جاتكم واحد الوصفة غزالة بزاف لأي وحدة، لأي وحدة كتعاني من فراق الحبيب، لأي وحدة راس الطارق ديالها معدبها في حياتها، ما يعني معدبها في حياتها، معدبها في يعني كتشوف انه ما مسوقش ليها، هو دافع عليها كبير، قطع عليها التليفون، ولا مثلا في الدار خرج ما مسوقش ليها، ولا مثلا كاين نت في الدار ولكن هي كتوكل في جهه هو كيوكل في جهه، ولا يعني الحياه الزوجيه دائما فيها المشاكل، ولا فيها بزاف ديال الامور اللي كتعكس نتوما. راه المهم هاد النوع هادو ديال المشاكل هادو الا كنتي كتعاني منهم انت اللي كتسمعيني دابا، فكنصحك بهذه الوصفه هذه. واحد القضيه بغيت نشير لها، الله يجازيكم بالخير، راه القناه الثانيه الله يجازيكم بالخير راه كنحط فيها وصفات اللي هما غزالين. الناس اللي مثلا ما بغاتش انها تبخر، ما بغيتش انها دير هذا الشيء اللي كيكون شويه صعيب، راه كنحط تما وصفات ساهلين. القناة هي عالم القرآن والروحانيات، وراه دائما كنحطها لكم في صندوق الوصف، لهذا الله يجازيكم بالخير دخلوا وتفرجوا في الفيديوهات اللي كنحط تما، لأنني راه ماشي دائما كنحطهم هنا، مره كنحطهم في ديك القناة ومره كنحطهم في هذه القناة. المهم باش ندخل لكم في تفاصيل الوصفة، كنحتاجوا ورقة، كنحتاجوا ورقة، وكنحتاجوا الماء ديال الزعفران، الزعفران والمسك وماء الورد. في حالة ما كانش عندك انت هاد المكونات هادو اللي كيتسمى بالقلم كيتسمى بالمداد الروحاني، اذا ما عندكش ماشي مشكل، بامكانك انك تعوضيها فقط بقلم اسود، ولكن اذا كان يعني الزعفران والمسك مع ماء الورد او ماء الزهر يكون احسن، ولكن هذا ما كيمنعش ان الوصفه ما تصدقش ليك. المهم كتهزي هذه الورقه، هذه انتما كتهزي هذه الورقه هذه كتكتبي فيها ماروش هاروش ميم ذال تاء هاء و الكاف ضاء بحق هذه الأسماء هيجو فلان ابن فلانة واسلبوا عقله وروحه واجعلوه يبكي ويشكي من محبة فلانة بنت فلانة. كتكتبو ماروش هاروش ميم دال تاء هاء واو كاف ضاء بحق هذه الأسماء هيجوا فلان ابن فلان واسلبوا عقله وروحه واجعلوه يبكي ويشكي من محبة فلان فلانة بنت فلانة. المهم كتهزو هاد الورقة هادي كيفما قلت لكم، إلا عندك المداد الروحاني اللي مكون من الزعفران والمسك والماء الزهر وماء الورد بإمكانك أنك تستعمليه، في حالة ما عندكش هاد المكونات هادو راه ما كيشكلش مانع أن الوصفة ما تصدقش ليك، غادي ديري غير قلم أسود هاك عادي. ثم كتهزي هاد الورقة هادي، غنقول لكم شنو غديري بيها، راه وصفة البنات خطيرة وبغيت أي وحدة أنها تجربها. هانتوما كتهزي واحد الإناء طاسة ولا اللي كان
كتهزي هاد الورقة هادي وكتحاولي انك تحاولي انك ديري ديك الورقة في الماء وتخليها انها تطلق، يعني ديك الكتابة اللي فيها راه كتطلق، كتخليها على جنب. من بعد الحبيبة ديالي كتهزي التصويرة ديال بوركابي، هانتي التصويرة ديال بوركابي هي هادي، داك راس الطارو تصويرتو هي هادي. كتهزي هاد التصويرة هادي بالليل، بالليل كديريها في السليب ديالك، هانتوما هذا هو السليب الحبيبة ديالي. هاد السليب هذا كتهزيه كدير التصويرة ديال بوركابي، يعني تكون والية الفرج ديالك بهذا الشكل هذا، هانتوما التصويرة ديالو يعني وجهو يكون والي الفرج ديالك. اشنو غادي ديري ملي غتلبسي هاد 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 السليب هذا وغادي ديري فيه هاد التصويرة هادي؟ غادي تقولي هاد العزيمة هادي، طاح الليل طاح عليا السر، طاح الليل طاح عليا السر، والبها وعلى فلان ولد فلانه بالوحش والبكا، الدار اللي يدخل ليها ما ترويه غير فلانه بنت فلانه في الدار بين يديه، من محبتي شكا ومن محبتي بكا ومن محبتي قطع السلاسل الحديد وجا، يا فلان ولد فلانه بماء فراجي حطيتك وماء فراجي سقيتك حتى تشوفني انا فلانه بنت فلانه وتهيج. المهم البنات هاد العزيمه هادي راه كتبها لكم في صندوق الوصف، اللي بغات تكتبها دابا تكتبها. المهم كيف ما قلت لكم هادي راه حطيناها على جنب، هادي راه كنحتاجوها على جنب، بغات تخليها ليله كامله. هادي ملي غتلبسي السليب ديالك وديري التصويره ديال البركاب يعني في اثناء فتره النوم، يعني الا بغيتي تنعسي غتقولي هاد العزيمه، طاح لي طاح عليا السر والبها وعلى فلان ولد فلانه بالوحش والبكا، الدار اللي يدخل ليها ما ترويه غير انا فلانه بنت فلانه في الدار بين يدي، من ما حبتي شكا ومن ما حبتي بكا ومن ما حبتي قطع السلاسل الحديد وجه، يا فلان ولد فلانه يا فلان ولد فلانه، درت لفلان ولد فلانه درت تصويرة فلان ولد فلانه بفراجي وحطيته، ومن ما فراجي سقيته حتى يشوفني ويهيج غير على فلانه بنت فلانه. المهم هذا الشيء ليله كامله، يعني هذه غتقولي هذه العزيمه وانت التصويره هذه راه تحت يعني مواليه الفرج ديالك. ملي غيوصل الغد الاخر ان شاء الله غتحيدي هذا السليب هذا، غتحيديه وغتهزي الخيوط، هزي الخيوط والبرا، هزي الخيوط والبرا هما هادو، وغتحاولي انك تخيطي التصويره ديال البركابي راه كاينه في الداخل، خليها انت في الداخل يعني بهذا الشكل هذا، غتطوي ديك التصويره وغتحاولي انك تخيطي هاد السليب هذا من هاد الجوانب كامل، يعني هاد الجوانب كامل غتحاولي انك تسدي هاد التصوير هادي والسليب، يعني تخيطي هاد السليب هذا من جهة الرجلين وتخيطي من هنا، يعني هاد السليب هذا خصو يتخيط والتصويرة ديال البركابي راه هي من الداخل. من بعد غتقولي لي الحبيبة ديالي اشنو غادي ندير دابا، غادي نرجعو غادي نرجعو من بعد ما خيطتي هاد السليب هذا، غادي نرجعو للماء اللي تلقات فيه هاد الكتابة هادي، الماء اللي تلقات فيه هاد الكتابة هادي غتهزيه وغديريه في الرشاش، هو هذا بسم الله، راه حطيت لكم واحد الوصفة مشابهة لنفس هاد التصويرة ديال البركابي اللي طشي بها ترشيه بواحد التصويره ديالو، ترشيه بواحد الماء ديال الرجلين، راه حطيتها لكم في القناه الثانيه، ولكن يعني اللي بغات تفرج فيها راه غادي نحط لكم حتى القناه الثانيه في صندوق الوصف. المهم من بعد الحبيبه ديالي كيف ما قلت لكم هاد السليب هذا راه خيطي، ومن وسط التصويره كتهزي هاد الماء هذا وكتبقاي ترشيه،
كتبداي ترشي بحال هكا، هذا الشكل هذاك تبقاي ترشي داك الماء على السليب. من بعد شنو كديري؟ كتهزي هاد السليب هذا وكديريه في شي قرعه، كديريه اما في قاعه ديال الزاج ولا ديال البلاستيك، يعني اي قرعه عندك. شوفي يعني اي قرعه عندك البنات كديريه وسط، كديريه وسطها هانتوما. من بعد الحبيبه ديالي كتهزي داك السليب المخيط اللي من وسط التصويره كتطويه وكديريه، كديريه فشي قرعه اما ديال البلاستيك اما ديال الشجاج اما اللي عجبك، وكتسدي وكتسدي عليها، يعني كتسدي عليها باحكام. ثم كتهزي هاد القريعه هادي اللي من وسطها السليب والتصويره ودرتي ليها كامل وقريتي العازمه وكلشي، كتهزيها الحبيبه ديالك وكتحتفظي بها في الدولاب ديالك، في الدولاب ديالك ولا في شي بلاصه اللي ما غيوصل ليها حتى شي ادمي، ولا مثلا في البلاكارت اللي كيكونوا في الكوزينه في شي بلاصه اللي كديري فيها مثلا غير هذوك المسائل دوك المعدات اللي ما كتستعمليش، يعني ديك البلاصه ما يمشي ليها حتى شي واحد يمكن انا ديريها فيها، وتخليه حتى يتصل. غادي تضيق به الدنيا لواحد الدرجه ما بتصوريش، راه مابقاش غطيح لي شي مرا من غيرك في بالو، عرفتي دوك التصرفات اللي كيدير معاك وداك الشيء كامل اللي كيدير معاك، ديك النفخه غيتنازل، الكواري غادي ينزلوا، انتي غتحكمي فيه كيما بغيتي. المهم الحبيبات ديالي كيفما قلت لكم الوصفه راه ساهله وما فيها حتى شي اشكال. الناس اللي غيقولوا لي واش كدير هذه الوصفه على طهاره ولا ماشي على طهاره، بغيتي ديريها على طهاره ديريها، بغيتي ديريها من غير طهاره، يعني ما كاينش واحد الشرط اللي هو اساسي. بالنسبه لليوم، اليوم اللي كدير فيه هذه الوصفه جميع ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه، نهار الجمعه البنات ما تحاوليش انك ديري هذه الوصفه. مثلا بغيتي ديريها نهار الخميس، هاد الكتابه هذه اللي كتطلق في الماء غديريها قبل، يعني غادي ديريها نهار الاربعاء باش تطلق لك مزيان، باش ديريها نهار الخميس، ماشي ديري هاد الوصفه يعني ما غاديش تطلق لك ديك الكتابه كيف ما بغيتي نتيا. هذا الشيء اللي كاين جميع ايام الاسبوع من غير نهار الجمعه. وهذا الشيء اللي كاين، اللي عنده شي تساؤل ولا اللي عنده شي حاجه تكتبها لي في التعاليق. وبالنسبه راه الجيميل كنحطوا لكم البنات اللي بغات تواصل معايا شخصيا، فراه كنحط لكم الجيميل التواصل باش نتواصل، باش نتوصل يعني بالمشاكل ديالكم اللي بغات انا نخدم ليها شي حاجه، فكتبها لي في صندوق في الجيميل. وتهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي، ولا اللي بغات تسول على شي حاجه تكتبها لي في الجيميل البنات، وتهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.